طيب اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم شويه عن البروجكت. كويس، انت اول تسليمه مطلوب منك حاجتين، مطلوب منك تسلم كلاس دايجرام، تسلم السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت، خلاص بلس امبلمنتيشن، عشان بس نبقى الدنيا صوره لازم تبقى كلها واضحه بالنسبه لك. هيبقى مطلوب منك شويه موديولز تعمل لها امبلمنتيشن، موست بروبلي الاربعه كور تيبلز. فاكرين الاربعه دومين تيبلز اللي احنا طلعناهم المره اللي فاتت؟ يوزر، الناحيه الثانيه حاجه، حاجه في النص، حاجه ثالثه في الاخر، دول لازم هيبقوا امبلمنت. كويس، طيب لما تيجي تكتب الاس ام اس، تعالى بقى نبص هنعمل ايه. هنفتح اوفرليف دوت كوم، نقول هنا نيو بروجكت، نقول هنا فيو اول، بعد كده هتكتب هنا ام اس اي. طيب هتلاقي هنا عندك حاجه اسمها سوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت، كويس، اللي هو اول واحد ده. خلاص تفتح السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن دوكيمنت. لو انت عاوز تشتغل باللاتك، وده انا بنصحك بيه علشان لما تيجي تطلع في الجرادويشن بروجكت ده هيبقى الزامي، فبالتالي انا منصحك من دلوقتي شغل نفسك على ده من دلوقتي. كويس، اللاتك هو حاجه زي الاتش تي ام ال كده، بتخليك يعني تهتم بالكونتنت ريجاردلس الستايل شيت، فبالتالي هو شيء لطيف ان انت تعمل ده. خلاص، اول ان اول انت هتكون جاي ممكن تنزل داونلود البي دي اف او اوبن از تمبلت. اوبن از تمبلت يبقى انت عاوز تكتب لاتك، داونلود بي دي اف يبقى انت عاوز تتفرج على شكل التمبلت شكلها عامل ازاي عشان تبتدي تشتغل عليه. كويس، طيب بعد ما هتداونلود التمبلت هيطلع لك حاجه بالمنظر ده، تعال بقى نمشي عليها كده واحده واحده. كويس، طيب خد بالك ان في بعض الحاجات في الكورس ده هتلاقيني انا مهتم جدا بيها وهعمل لك عليها ايفالويشن باي هارت. يعني مثلا الانترودكشن والسكوب اوف ذا دوكيمنت اتس نوت سو ماتش امبورتنت، يعني ما يهمنيش. المفروض هنا بتقعد تقول والله انا بعمل الدوكيمنت ده للكلاينت الفلاني، والكلاينت ده بيكسب منين وكده. الناس يا جماعه اللي بتاكل وبتشرب، ذيس از فوربيدن، اوكي بليز، رجاء يعني عاوز تاكل وتشرب اوتسايد وتعالى تاني، نو بروبلم. خلاص، طيب اول حاجه هتلاقيني مهتم بيها هي البيزنس كونتكست. خليني بس اتاكد كده ان الناس اللي قاعده معانا ريموتلي كده، الناس اللي قاعده معانا ريموتلي انتوا سامعين الدنيا واضحه؟ الناس اللي قاعده ريموتلي انتوا سامعين؟ تمام يا دكتور، سامعين؟ تمام يا دكتور. فاول حاجه لازم تاخد بالك منها هنا هي البيزنس كونتكست. ايه هو بقى البيزنس كونتكست؟ البيزنس كونتكست هو اجابه السؤال الوجودي، ازاي بيقطع دكتور كريم السامعين او المؤسسه، كويس، هتاخد مكسب من المشروع اللي انت بتعمله. واجابه السؤال ده غالبا يعني في المجال بتاعنا بتبقى حاجتين، يا اما ان انت هتطلع لهم ريبورت، الريبورت ده ما كانش بيطلع عندهم قبل كده، او بتوفر لهم وقت بتاع بروسيس معينه. احنا غالبا اي حد بيعمل سوفت وير بيدور على الحاجتين دول، يا بوفر وقت يا بطلع ريبورت او بطلع تقرير ستاتستكس ما كانتش بتطلع عندهم من السيستم الورقي، او حاجه كانت بتاخد وقت طويل. فالبيزنس كونتكست من الاخر كده هو بيطلع لنا اجابه السؤال ده، هذا الكاستمر هيستفيد ايه من السيستم اللي انت بتعمله له. يعني مثلا لو انا بقول مثلا ملجا ايتام، كويس، طبعا احنا اتفقنا ان المشاريع بتاعتنا كلها لازم تبقى نون بروفيت اورجانيزيشن. نون بروفيت اورجانيزيشن دي بقى انكلودنج بات نوت ليميتد تو العيادات الخيريه، الملاجئ، التك تك تك تك، اي حاجه نون بروفيت ما بتكسبش فلوس، ده كانديديت كاستمر لطيف. نوادي، مراكز الشباب، نوادي الحكومه طبعا، ها دول كلهم بس هي عيادة خيرية تبع جامع، مستشفى، كنيسة، بتاع، كل ده بالنسبة لنا جميل يعني. خلاص، طيب فلو انا مثلا خدت الاكزامبل بتاع دار ايتام او دار برعاية مسنين، هيبقى البيزنس كونتكست بتاعهم هو ايه؟ كويس، جنريت ريبورت هاو ماني رومز امتي، جنريت ريبورت مثلا المخازن،
في قد ايه مثلا اكل في المخازن موجود. لو انا مثلا بقول مثلا السنه الجايه كام واحد هيتخرج من دار الايتام، كويس، هيتم 16 سنه وهيطلع بره. دي انفورميشن هم كانوا بياخدوا فيها مثلا نص ساعه عشان يطلعوا الريبورت ده عشان يفر الورق بتاعه، انت هتعملها على الكمبيوتر فانت سهلت البروسيس دي، كويس. فالبيزنس كونتكست، البيزنس كونتكست بيجاوب على السؤال ده. حلو. ايوه طبعا، لان هي بتتكتب اصلا كده في البيزنس، يعني لما بنشتغل في مشاريع ليها علاقه بالبيزنس بتتكتب بالمنظر ده. فيدباك وريبورت ازاي؟ ريبورت، ريبورت، ريبورت ده تقرير، فيدباك ده حاجه هتجيلي من السيستم، زي مثلا ان الماوس يعمل فايبريشن، ده اسمه فيدباك، كويس. لكن ريبورت ده تقرير، ستاتستكس بقى وات ايفر يعني. وفيدباك ممكن تيجي بمعنى تاني ان كومبلينز، يعني مثلا انا عاوز السيستم بتاعي يقدر يقبل كومبلين، والكومبلين ليها لايف سايكل، ده بنسميه فيدباك. زي انت لما تروح مثلا تخش كده على موقع سي اي بي او موقع فودافون او دي داتا وتعمل فيدباك، يعني تقول والله الخدمه بتاعتكم سيئه او مش عارف ايه، تيك تيك تيك، ده كده اسمه فيدباك ليه لايف سايكل. وممكن يبقى الريبورت بقى ده قصه ثانيه، يعني ان انت تطلع احصائيات كم واحد اشتكى وكم واحد. نو، يو هاف تو دو ات باي يور سيلف. طيب وعندك الريكوردنج بقى عيش حياتك عليه يعني. طيب عندنا بعد كده حاجه اسمها البرودكت فانكشنز، والبرودكت فانكشنز دي هو ده الهاي ليفل ريكوايرمنتس. طيب انا لسه ما قابلتش الكاستمر وما لحقتش ولسه ما عنديش كاستمر اصلا لغايه دلوقتي، هو حضرتك السيستم اللي انت بتعمله ده اختراع؟ يعني انت اول ولا اخر واحد هيعمل السيستم ده في الكوكب؟ الاجابه لا. كده انت في الاف البشر عملوا سيستمز مقاربه للسيستم بتاعك، وزي ما قلت لك الاسبوع اللي فات انت بتطلع حاجه اسمها دومين ريكويرمنتس قبل ما تروح تقعد مع الكاستمر. الكاستمر بيعمل ايه؟ بيفاين تيون الريكويرمنتس اللي انت مطلعها اصلا من البدايه. يعني مثلا انا عندي مثلا فانكشن اسمها سيرش ابوينتمنت، انت كديفلوبر سيرش ابوينتمنت دي قلت والله هي بتاخد ايه؟ ديت وتايم. يبقى من البدايه انت عارف ان في حاجه اسمها سيرش ابوينتمنت. لما هتروح تقعد مع الكاستمر هيقول لك ايه؟ لا بس احنا نسينا ناخد البيشنت نيم. هتقوم عامل ايه؟ فاين تيون، مش كده؟ يعني الفانكشن بدل ما كانت بتاخد ديت وتايم كانت بتاخد كوما ترينج بيشنت نيم. لكن هل انت يعني هتخترع الذره يعني؟ ما انت عامل مستشفى اكيد عندك حاجه اسمها سيرش كانسل ابوينتمنت. كده؟ دي فانكشن. انت متاكد 100% في برودكت فانكشنز انها موجود، حتى لو انت ما قعدتش مع كلاينت، انت مش محتاج كلاينت تقعد معاه عشان تقول له ان سيستم المستشفى هيبقى فيه كانسل ابوينتمنت. لان انت لو دخلت على الانترنت وكتبت هوسبيتال مانجمنت سيستم هتلاقي ريزيرف ابوينتمنت وكانسل ابوينتمنت وسيرش ابوينتمنت، كل ده هتلاقيه، هتطلعه اتس دومين ريكويرمنت. لما تقعد بقى مع الكاستمر يقول لك ايه؟ بس كانسل ابوينتمنت دي ليها ثلاثه ريتيرنينج داتا تايب، او ليها اثنين انبوت تايب، او بتشتغل بالطريقه الفلانيه، يبقى هو بيفاين تيون الريكويرمنت. لكن في البدايه انت الريكويرمنتس كلها انت مطلعها اصلا من البدايه، انت بتقعد مع الكاستمر بس ايه؟ تادجست الريكويرمنتس بتاعتك. فلو سمحت في الجزء بتاع البرودكت فانكشنز وانت بتكتبه، انت بتكتب هاي ليفل ريكويرمنتس، تقسم الدنيا لموديولز، زي ان انت تيجي تقول مثلا ايه؟ عندي موديول اسمه ابوينتمنت ريزرفيشن، تحتيها اد ابوينتمنت، كانسل ابوينتمنت، شيفت ابوينتمنت، كل ما له علاقه بالابوينتمنت بيتحط في الحته دي. هتيجي تعمل مثلا موديول تاني اسمه يوزر، اد ريسبشنست واد امبلوي واد بيشنت واد مش عارف ايه. عندك موديول تاني اسمه بيشنت، بس جواه ايه؟ اد بيشنت ديموغرافيكس، البيشنت عايش فين ومش عارف ايه، اد بيشنت بيزك انفورميشن، اد بيشنت بيزك ميديكال ريكورد، ضغط وسكر وهكذا، كويس. الحاجات دي لازم اروح اقعد مع الكاستمر عشان الكاستمر يحكيها لي؟ لا طبعا، هتخش علي تكتب كده على النت عاوز اعمل بيشنت مانجمنت سيستم، تلاقي في 50,000 حد كاتب الريكويرمنتس دي قبل كده، مش محتاج حتى ان انا اقولها لك، كويس. طيب بعد كده عندنا سيميلر سيستم انفورميشن، هتقول بقى والله انا عشان اطلع الريكويرمنتس اللي فوق دي شفت السيستم الفلاني والسيستم الفلاني والسيستم الفلاني، وده كان فيه ميزه وده كان فيه عيب. اتس نوت سو ماتش امبورتنت. لاحظ يا جماعه برضو انا همشي معاك هنا في الاس ار اس، هقول لك البرودكت فانكشن very important، business context very important،
الجزء بتاع السيميلر سيستم انفورميشن يعني عرفت تكتبه بكتر خيرك يبقى انت كده ماشي صح. ما عرفتش تكتبه يعني ماشي ممكن يعني ايه اساعدك في الجزئيه دي. طيب عندك بعد كده يوزر ها ثلاثة ده المينيمم. يوزر كاركترستكس بتقول بقى والله اللي هيستعملوا السيستم دول مواصفاتهم ايه؟ يعني مواصفاتهم ايه مثلا؟ هل هم متعلمين كمبيوتر ولا لا؟ يعني مثلا بعمل سيستم لدار ايتام فطبيعي ومنطقي ان هو مثلا ما بيعرفش انجليزي مظبوط؟ فمش منطقي ان انت تروح تسلمه سيستم بيشتغل باللغه الانجليزيه، ولا منطقي ان انت تعمله سيستم شغال بالالماني مثلا؟ يعني مش منطقي، لازم تعمله بالعربي. طيب لو انت مثلا بتعمل سيستم لدكتور مش منطقي تروح تعمله بالعربي، لازم تعمله بالانجليزي لان الدكتور مش هيكتب عربي، مش كده؟ فاهمين يا جماعه اليوزر كاركترستكس معناه ايه؟ طيب انا في بعض الاحيان ممكن يبقى عندي سيستم بيشتغل الممرض هيستعمله بالعربي بس الدكتور هيستعمله بالانجليزي، يبقى انت كده عندك كام انترفيس؟ اثنين. ففي اليوزر كاركترستكس تكتب الكلمتين دول، تقول والله ان اللي هيستخدم السيستم هيبقى بيتكلم عربي بيتكلم انجليزي عاوز يشوف الواجهه كذا. في بعض الكومبلكس بروجكتس بتكتب حاجات اكتر من كده بكتير يعني، بس في البروجكتس البسيطه اللي انتوا بتعملوها مش هتزود عن الكلمتين اللي احنا قلناهم دول. خلاص؟ طب ايه البروبلم بتاعت اليوزر؟ طب هو الاوبجيكتيف بتاعه في الحياه كان ايه؟ يعني ده لو قريت الكلمتين اللي مكتوبين هنا الويش ليست بتاعته بتاع اللطيف. دول الاولانيه دي امبورتنت يوزر كاركترستكس. الاثنين اللي بعديهم نوت سو ماتش امبورتنت. طيب تعال نبص بقى بعد كده على الفانكشن ريكويرمنت. دي اهم حاجه في الدوكيمنت ده من الاخر كده يعني الدوكيمنت الاس ار اس كله اللي فات ده كله كلام لطيف ومين هيستعمل ومين مش هيستعمل ده كلام حلو. من هنا بدايه الجد. ليه بقى؟ لان دي انت بتمسك كل البرودكت فانكشنز اللي كانت مكتوبه فوق وتفصصها هنا، تكتبها بقى بالتفصيل الممل. طيب البرودكت فانكشن هتكتبها ازاي؟ هتكتبها بالتيبل ده. فالتيبل ده من الاخر يعني هو الزتونه او الكور بتاع الفانكشن ريكويرمنت دوكيمنت. هو ده التيبل ده بتمسك كل فانكشن تفصصها. طب تعالى نمسك السكشنز اللي جوه التيبل ده ونقراها سوا. ايوه ماشي هقول لا لا هنعمل نفس الاكسرسايز اصبر بس. طيب اول حاجه التيبل ده بيتكون من تسع سيكشنز، التسع سيكشنز دول اساسيات. ايه هم بقى؟ انا باجي اكتب فانكشن وليكن عندي فانكشن اسمها كرييت سكادول او ريزيرف ابوينتمنت او اساين شايلد تو روم. دي بنسميها فانكشن نيم. طب هي الفانكشن نيمز انا هجيبها منين؟ هجيبها من اليوز كيس دايجرام. فاكرين اليوز كيس دايجرام اللي هو اكتور بيعمل فيرب؟ الفيرب ده هو اللي بيتحط هنا، بتقول مثلا اساين شايلد تو روم، ده كده اسم الفانكشن. ايه البارامترز بتاعتها؟ انبوت واوت. طب هنا في حاجه بتقول لي ان في انبوت واوت، لا يبقى انت هتزودها. يعني التيبل ده ناقصه ان انت تكتب له ايه؟ انبوت تكتب له او الانبوت اللي هو البارامتر بتاع الفانكشن، والاوتبوت اللي هو ايه؟ الفانكشن دي بعد ما تخلص هترجع لي ايه؟ بوليان، ترجع لي ترو او فولس. الانبوت هيبقى شايلد نيم، شايلد اي دي، شايلد مش عارف كذا، ولا اوبجكت من النوع شايلد. راح دماغك ايوه تو كولومز زياده كويس اللي هو الانبوت والاوتبوت. طيب الفانكشن دي كمان ليها ديسكريبشن، يعني اساين شايلد تو روم دي بتشتغل ازاي بقى؟ بتعمل ايه يعني من جواها كده؟ بتعمل ايه؟ بتسيرش فور ذا فيرست امتي روم، وبتحط الشايلد بيز اون هيز مش عارف ايج، ولا انت بتحط كل الشايلدز مع بعضها؟ يعني برضو خليك كده واقعي. انت بتعمل سيستم لملجا ايتام كل الاطفال بيتحطوا في نفس الحته، ولا المفروض حسب السن؟ فانت بالتالي الفانكشن دي هيبقى فيها شويه لوجيك. اللوجيك ده مش جدلا مش افتراضي، يعني مش انت تقعد تحلم كده في السقف تقول وهي اساين مش كده، هتروح تبص على النت مين اللي عمل سيستم قبل كده ملجا ايتام وكتب البروسيدرز بتاعته، ده رقم واحد. او هتكتب درافت ولما تقعد مع الكاستمر، الكاستمر يبتدي يفاين تيون الدرافت بتاعه كويس. طيب يبقى الديسكربشن هو توصيفك للفانكشن بتشتغل ازاي. طيب الكريتيكاليتي يعني الفانكشن دي مهمه للسيستم ولا مش مهمه؟ يعني فين الفانكشن دي ايه المدى لازم تتعمل في الاول خالص ولا ممكن تستنى عليها شويه؟ وده بيبقى عاده رقم
بيقول لنا هاو ماتش يعني الفانكشن دي لازم تتعمل امتى. طيب التكنيكال ايشو لو انت بقى مثلا حتى في الفانكشن دي لازم مش عارف الداتابيس تبقى موجوده، الداتابيس لازم تبقى من النوع الفلاني، كوست وسكادول هتدفع فلوس قد ايه وهتخلصها في قد ايه وقت. طيب الريسك وده از فيري امبورتنت كويس. الريسك ده من الاخر كده هو اجابه السؤال الوجودي التراي والكاتش، اعمل تراي على ايه تكاتش ايه. عارفين تراي وكاتش؟ خدتوا تراي وكاتش؟ عارفين تراي كاتش كاتش اكسبشن تراي تو اكسكيوت ذا فولوينج كود بعدين كاتش اف ستيتمنت. يعني مثلا انت عاوز تعمل فانكشن اسمها كرييت ابوينتمنت، هل ينفع تشتغل من غير ما تبقى فاتح داتا بيس كونكشن؟ حلو، يبقى هنا الريسك بتاعك هو ايه؟ داتا بيس كونكشن از نوت اوبن، داتا بيس كونكشن از كلوز. يبقى انا لما اجي اقول هنا الريسكس حكت فيها ايه؟ داتا بيس شود بي اوبن، لو انا بتعامل مع فايلز فايل شود بي اوبند اند نوت اند امتي اند اي هاف فري سبيس ان ذا هارد ديسك، مش عارف تك 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 بكتب شويه الريسك اللي ممكن تخلي الفانكشن دي تفرقع. علشان الراجل بتاع الكواليتي اشورنس او التستنج هياخد ريسك دي وبعد كده يبتدي يفردها الى ما شاء الله يعني. طيب الديبندنسيز ويز اذر ريكويرمنت، يعني الفانكشن دي علشان تشتغل لازم فانكشن ثانيه تشتغل وتخلص شغلها، فدي بنسميها dependencies. يعني ايه؟ عندي function مثلا اسمها login، فlogin دي عشان تشتغل بتعتمد على function اسمها decrypt، فdecrypt دي لازم تبقى موجوده. طيب مثلا لو انت بتستور حاجه في فايل، علشان استور حاجه واتعامل مع الفايل لازم يكون عندي function اسمها save to file او save to database او save to firebase او save to مش عارف ايه، فالfunction اسمها create appointment علشان تشتغل هتعتمد في الشغل بتاعها على function ثانيه اسمها كذا. دي بنسميها ديبندنسي. يعني من الاخر كده لو انا بكتب كود وجوه الفانكشن ناديت على فانكشن ثانيه، الفانكشن الثانيه دي لازم تطلع في الديبندنسي. واضحه كده يا جماعه؟ طيب عندنا حاجتين ثانيين مهمين قوي، حاجه اسمها البري كونديشن والبوست كونديشن. البري كونديشن والبوست كونديشن معناهم ايه؟ قبل ما الفانكشن دي تشتغل وضع السيستم بتاعك كان شكله عامل ازاي، وبعد ما اشتغلت وضع السيستم بتاعك كان شكله عامل ازاي. تعالى ناخد اكزامبل. لو انا عندي فانكشن اسمها reserve appointment، قبل ما الفانكشن تشتغل appointment table on Sunday is free، كانش عندي ولا ميعاد يوم الاحد. بعد ما الفانكشن اشتغلت appointment table contains a record contains on Sunday on the time مش عارف كذا، تك 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 بتوصف حاله السيستم بعد ما الفانكشن اشتغل. طب ناخد example تاني، عندي فانكشن اسمها login. البري كونديشن ان في تيبل اسمه لوج ستاتس، التيبل ده هاز نو ريكورد فور ايمن. بعد ما الفانكشن اشتغل في عندي تيبل اسمه لوج ستاتس، اتحط فيه ان ايمن عمل لوجن اليوم الفلاني الساعه الفلانيه، علشان اقدر بعد كده احط له سيشن او اطلع له سيشن اقول ان الراجل ده جه عندي السيستم قبل كده. And so on. فانكشن اسمها pay، البري كونديشن ان البيمنت از نوت كونفيرمد والبيمنت تيبل فاضي. البوست كونديشن يعني بعد ما الفانكشن تشتغل ان البيمنت ريكورد اتحط فيه التوكن اللي جاي لي من فوري ولا اللي جاي لي من مش عارف البنك الاهلي ولا وات ايفر، اتحط السليب نمبر الفلاني. كويس، هو ده اللي بنسميه بري كونديشن والبوست كونديشن، قبل ما الفانكشن تشتغل وبعد ما الفانكشن اشتغل وضع السيستم بتاعي. طيب هم دول بس الحاجات اللي بوصف فيهم السيستم بتاعي. تعالى نشوف، تعالى هنا نرجع للكتاب بتاع سمر بيلي، هو ده المرجع بتاعنا. الراجل ده قال لك ايه؟ لما تحب توصف الفانكشنز بتاعتك امشي على التيبل ده، هتلاقي ايه؟ فانكشن نيم، ديسكريبشن، انبوت واوتبوت، دول مش موجودين في التيبل اللي هناك يبقى لازم تحطهم، مش كده؟ الانبوت والاوتبوت. السورس، لو انت بتتعامل مع حاجه فيها هاردوير، حاجه جايه لك من فايل، حاجه جايه لك مش عارف من ايه، هتكتب. الديستنيشن نفس الكلام، لو بتطلع الحاجه دي على برينتر، بتطلع الحاجه دي على ايميل، هتكتبها. الاكشنز موجوده هنا وهناك، الريكويرمنتس موجوده هنا وهناك، البري والبوست كونديشن موجوده هناك، والسايد افكتس موجوده هناك باسم ريسك. كويس، فبالتالي التيبل ده هو ده المرجع بتاعك، هو ده اللي انت لازم تعمل واحد زيه. واللي موجود هنا ده عباره عن ايه؟ سامبل، بيقول لك هو ادي يا عم الشكل بتاع الريكويرمنتس تيبل، المفروض يبقى كونتينز الحاجات دي. لكن كل التيبلز اللي انت عاوزها اهو، ده كذا اكزامبل هنا اهو، كود ونيب وتايب وكريتيكاليتي وانبوت واوتبوت ديسكريبشن بريورتي ريسك بري كونديشن بوست كونديشن ديبندنس. كويس،
كلهم تقريبا نفس الحاجه، هتلاقي بينهم حاجات كومن كتير. كويس، المهم ان انت تبقى عارف كل واحده من دول هي عباره عن ايه. خد بالك هتتسال في الميد تيرم عن الكلام ده، حاجه يقول لك قول لي بقى التيبل ده يطلع ازاي، طب دي بتعمل ايه في التيبل، طب اديني اكزامبل على دي. فانت لازم تبقى فاهم التيبل ده باي هارت. طيب بعد كده عندك الانترفيس ريكويرمنت. الحته الوحيده اللي تهمني في الانترفيس ريكويرمنت هي الجوي. طيب الجوي بقى بتاع ايه؟ نعمل الجوي بتاع الاباوت اس، كونتاكت اس، فيدباك فورم. كويس، اول ما تعمل لي دول هولع في الورق يعني بص هتشوف مني وش غريب. هنا في الجوي انا مش محتاج منك غير، احنا في الاس ار اس عاوز الفورمز اللي فيها جدل، اللي فيها اختلاف بينك وبين الكاستمر. كويس، الراجل ده انت شغال في بروجكت ايه؟ دار ايتام كده. هيبقى عندك مثلا حاجه اسمها تصريح خروج، فانكشن اسمها تصريح خروج، بتطلع ورقه كده ان الولد ده ممكن يخرج يتمشى ويرجع تاني. حلو، طيب الورقه دي عشان تعملها الانبوت بتاعها ايه؟ شكل الفورم اللي منها تطلع الورقه دي شكله ايه؟ غالبا 90% شكل الورقه بتاعت التصريح دي هي اللي انت هتعمل لها الجوي فورم، هي دي الحته اللي انت هتختلف فيها انت والكاستمر. كويس، ليه؟ لان الطبيعي في اي دار ايتام، طبيعي في اي دار ايتام ان اللي بيمضي على الورقه دي كذا حد متدرب، في مشرف عام بيمضي على الورقه، وبعد المشرف العام ده بيجي واحد فوقيه يكونفيرم ان الولد ده يقدر فعلا يخرج، وبعد كده المدير بيمضي يرجع الساعه كام. فانت بالتالي عندك تايم بتخرج منه، تايم بترجع فيه، وكم مره الولد ده خرج لازم تعمل لها كاونت، مش كده شويه ديتيلز كده. فبالتالي شكل الفورمه دي هيترسم ازاي؟ فهنا هي ده اللي انا عاوزه منك، تيجي تقول لي ايه؟ والله بص انا متخيل ان تصريح الخروج، الفورمه بتاع تصريح الخروج دي هتبقى بالشكل ده. وقوم جاي هنا كاتب ايه؟ اسم الولد، عدد المرات الخروج اللي خرجها قبل كده، وكم مره فيها اتاخر. كويس، تقول لي والله المره دي اتاخر كذا، المره دي اتاخر كذا، المره دي اتاخر كذا. وبعدين هنا الصلاحيات بتاعت مين اللي المفروض يكونفيرم. فمثلا هنقول هنا مثلا مدير واحد وهنا مدير اثنين. ده اللي انا منتظر اشوفه، اشوف الفورم دي معموله بقى امبلمنتد، راسمها زي ما انا راسمها كده بقلم رصاص وورقه، اي دونت كير يعني مش فارق معايا خالص. كويس، المهم ان شكل الفورمه دي عشان دي اللي في الاخر انت هتروح تعمل لها امبلمنتيشن، هتروح تقعد مع الكاستمر توري له الشكل ده، وهو ده فعلا شكل التصريح بتاع الخروج بيطلع من المنظر ده. فيجي بقى الراجل الكاستمر يقول لك ايه، لا احنا مش محتاجين ان اثنين يمضوا عليها، واحد بس كفايه، انا مش محتاج الاوبشن الثاني ده. الحته بتاعت الراجل ده خرج امتى وقبل كده خرج اتاخر ولا ما اتاخرش، طب مين يقول ان الولد ده رجع الساعه كذا؟ يعني فين الفورمه اللي بتقول ان الولد ده فعلا رجع الساعه كذا؟ مين هيملاها؟ احنا نسينا نحط دي في الريكويرمنت، يبقى اصلا الفورمه دي ناقصه من بابه كده، ناقصه ان يبقى في مكان بنقول فيه الولد ده لما هيتصرح له بالخروج لازم يرجع الساعه كذا، تقوم جاي حاطط التكست بوكس هنا اهو يقول فيه الولد ده هيرجع الساعه كذا. والله لو موجوده اهلا وسهلا، وعرفت تلمها من الاول اهلا وسهلا. عشان كده في اخر الدوكيمنت ده هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ كولكتد ماتيريالز. ايه كولكتد ماتيريالز؟ انت رحت للكاستمر لقيت عنده ورقه اصلا، سيستم اصلا هو شغال بيه، وانت متواخد الورقه دي قالبها الفورم، ده انت كده يبقى هو ده اللي احنا عاوزينه اصلا كده، بدل ما انت قاعد بتخترع الريكويرمنتس من دماغك. لكن انا هنا عاوزك في الحته بتاعت الجوي ما تجيبليش بقى فورم اسمها لوج ان ولوج اوت واد يوزر وديليت يوزر، الحاجات بقى اللي احنا اتخنقنا منها دي لو شفتها صدقني هتزعل. يعني لو جبت لي الحاجات دي في الجوي، جبت لي فورم اسمها لوج ان واد يوزر وديليت يوزر، الكلام ده ريكورد اهو عشان لما تروح البيت تسمعه، هتزعل زعل السنين. انا عاوزك تجيب هنا الفورمز اللي هيبقى فيها اختلاف. طب انت هتيجي تقول لي طب هو اصلا كان عنده فورمه، حلو، عنده فورمه ورقيه كده، ورقه مكتوب فيها تصريح خروج طالب ومكتوب فيها الاسم ومش عارف ايه وبتاع، هتلاقي بقى فيها مكتوب كده ميعاد الدخول، ميعاد الرجوع. انت عشان تنقل بالكلام ده الفورم هيبقى شكلها عامل ازاي؟
يعني ميعاد ميعاد المربع الازرق ده، ميعاد الرجوع، مين هيملاه؟ هل هيتملي هنا ولا هيبقى عنده هنا لينك، واللينك دي بيدوس عليها مثلا حد واقف على البار، فلما بيدوس عليها يبتدي يتفتح له تكست بوكس فيدخل فيه الراجل ده رجع الساعه كام؟ طب هو اصلا شكل التكست بوكس ده is friendly ولا لو طلعت له ساعه هيبقى friendly اكتر؟ مش كده؟ طب نطلع له ساعه ولا نطلع له كومبو بوكس اسهل؟ الله الله الله، يعني انت فهمت انت ليه بتعمل الفورمه دي؟ ما هو مين اللي هيمبلمنت الكلام ده؟ ديفلوب؟ احنا خلينا بقى متفقين من البدايه، مين اللي هيروح في الاخر يكتب كود؟ ديفلوبر. الساعه دي هيضطر يعملها بجافا سكريبت، التو كومبو بوكسز دول هيضطر يكتبهم كود سيرفر سايد، التكست بوكس ده مش هيعمل فيه اي حاجه، هيحط تكست بوكس كده وخلاص. يبقى مين اللي هيحدد له انت تعمل انهي انترفيس؟ الراجل الاناليست والراجل اللي بيجي وراه اللي هو الراجل الديزاينر. الراجل الاناليست كل ما هيعصر دماغه في الحته دي كل ما هيخلي الراجل الديزاينر تبقى حياته اسهل، مش كده؟ اللي بعد كده الكودر هيبقى بص ده الحته دي الساعه دي هيلاقي الراجل الديزاينر كاتب له روح استخدم الجافا سكريبت لايبرري اللي اسمها مش عارف جيك لوك اللي بتعمل كذا 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 كذا، فالراجل الديفلوبر مش هيشغل دماغه، هيروح يمبلمنتها زي ما هي. اوكي؟ واضحه كده يا جماعه اللايف سايكل مش عامل ازاي؟ فارجوك المره ال 50 بعد المليون، السيستمز كلها اللي احنا مختارينها بتاعت النون بروفيت اورجنايزيشنز هي سيستم ضخمه. فلو جيت هنا في الحته بتاعت الجوي قعدت تضيع وقتك في فورمز بديهيات، يعني ديليت يوزر هتبقى ايه يعني؟ ديليت يوزر كونفيرم خلاص خلصنا، يا يا لا اد يوزر تايب مش عاوز اشوف الكلام ده. الكلام ده هيطلع فين؟ الكلام ده هيطلع في الديزاين دوكيمنت، لكن في الريكويرمنت دوكيمنت انت بتحط الفورمز اللي هيحصل فيها اختلاف. كانسل ابوينتمنت دي واحده من. طب هو انت اصلا يا دكتور ايمن عرفت منين الفورمز اللي هيحصل فيها خلاف؟ ده سؤال وجودي يعني. عرفناها منين؟ يعني اشمعنى من كل الريكويرمنت بتاع الدار ملجا الايتام دي اشمعنى عندي ست في الحته بتاع تصريح الكروب؟ واشمعنى في السيستم بتاع الابوينتمنت ست في الحته بتاع كانسل ابوينتمنت؟ اشمعنى دول؟ علشان دول بتوع الاربعه كور بزنس تيم. وصلت ولا ما وصلتش؟ ليه احنا المحاضره اللي فاتت قلنا ايه؟ عندنا اربعه كور بزنس تيمز، يوزر وحاجه، حاجه في النص وحاجه ثانيه. يعني الاربعه تيمز دول هم اللي انت هتقعد تلف حواليهم في البروجكت بتاعك، وهم دول اللي انت هتفضل طول النهار والليل عمال تلف حواليهم، وهم دول اللي بتطلع منهم الريكويرمنتس الاساسيه اللي من غيرها ما عندكش سيستم. اتفضل. انت ما بتعملش مخزن دار ايتام، انت بتعمل سيستم دار ايتام كله. لان انت عشان تطلع حاجه من المخزن طبيعي تمشي بورق يعني كويس، دفتر كبير كده كذا حد بيمضي عليه، طلع كذا من القطعة الفلانية، طلع خمس حتت مش عارف ايه، هيوصلوا للمكان الفلاني، ده بيمشي بورق. انت المفروض تعمل له اوتوميشن، شكل بقى الفورم اللي هتطلع، تصريح صرف الحاجة من المخزن دي شكله عامل ازاي، مين هيمضي عليها، الكلام ده كله تعمله بقى فورمز. انت هتعمل السيستم على الورق، انت مش خسران حاجه، انت هتعمل السيستم كله. في الامبلمنتيشن بقى تمبلمنت حته صغيره كده تاخدها تعملها امبلمنتيشن. شيت 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 شيت. لا مفيش حاجه على الشات. طيب. يبقى فهمنا هنا الجوي هنعمل فيه ايه؟ طيب بقيه الحاجات بقى كوماند لانجوج انترفيس اللي هو لو انت بتتعامل في حاجه فيها كوماند برومبت، وغالبا حضراتكم مش هيبقى عندكم الكلام ده. اي بي اي ده احتمال، احتمال ممكن واحد منكم يعني يبقى عنده سيستم بيتعامل مع حاجه فيها اي بي اي، فيمكن تحتاج الحته دي، لكن اغلب الظن مش هتستعملها قوي يعني. والروم والهاردوير انترفيسز والكلام ده از نوت سو ماتش امبورتنت. خلاص انا يهمني الحته بتاعت الجوي. والكوميونيكيشن انترفيس والسوفت وير انترفيس يعني ده كله تحتاجه لما تطلع بعد كده. تعالى بقى هنا
دي حته فيري امبورتنت. السكشن اللي هو 5 و 6 واحد بيقول السيستم ده عشان يشتغل محتاج ميموري قد ايه، محتاج جهاز امكانياته شكلها عامله ازاي، محتاج انترنت كونكشن عامله ازاي، وبعض الديزاين كونسترينتس. الديزاين كونسترينت دي بنسميها النون فانكشنال ريكويرمنت. كويس. طبعا اللي هما 6.1 و 6.2 و 6.3 دول من الاخر كده النون فانكشنال ريكويرمنت الاورجنايزيشن والاكسترنال. والله انت بتشتغل بره ايتام فانت لازم تتبع القانون المصري لحقوق اللي مش عارف البتاع، فالريكورد بتاعك لازم بيبقى صور الاطفال لازم تبقى كلها ديمد مثلا. لو جالك ده في الريكويرمنت تعمل ايه؟ يعني انت رحت قعدت مع دار الايتام، دار الايتام قالت لك والله صور الاطفال كلها لما تيجي تتحط عندك ما ينفعش حد يعمل هاك وياخدها. ده نون فانكشنال ريكويرمنت يقع تحت مين؟ 6.1 اللي هي ستاندرد كومبلاينس. ان دي حاجه ستاندرد في كل دار الايتام اللي في جمهوريه مصر العربيه، ما ينفعش تشيل صوره طفل جوه الداتا بيز بتاعتك غير لما تعمل فيها حاجه بحيث انها ما تتسرقش. دي نون فانكشنال ريكويرمنت هتؤدي الى ظهور ايه؟ فانكشنال ريكويرمنت جديده اسمها ديم ذا فيس مثلا. ديم ذا فيس دي تعمل ايه؟ تحط شريطه زرقاء على العين مثلا. كده؟ هو اللي عمه الكاستومر مش هيعمل الكلام ده، السيستم بتاعك هو اللي هيحط الشريطه الزرقاء دي على العينين. او يدم الفيس مثلا بطريقه معينه، او ياخد الصوره ينكربتها ويحطها في الداتا بيس، ايا كان. كل واحده من دول هتؤدي لنون فانكشنال ريكويرمنت. يجي مثلا يقول لك ايه في الهاردوير ليميتيشن؟ الجهاز اللي احنا شغالين عليه بنتيوم 1 500 مش عارف و60 بقى اتشقلب انت على الحيطه وخلي السيستم بتاعك يماتش الهاردوير ليميتيشن ده. كويس؟ هتعمل ايه؟ فلو ساعتها رحت ان انت تعمل ديسكتوب ابلكيشن بقى بسي شارب ونزل بقى الدوت نت واللي مش عارف ايه انسى، مش هيشتغل. لازم تروح ناحيه الويب. كل واحده من دول بتطلع لك حاجه من الحاجات دي. كويس؟ خلاص مش هتشتغل. كويس؟ طيب تعالى بقى نمسك الاذر نون فانكشنال ريكويرمنت، وانا كاتب لك هنا سامبل ل 12 نون فانكشنال ريكويرمنت. انت محتاج من دول اربعه. كويس؟ وكل واحده من دول لازم تكتب تحتيها سطرين. ايه الفانكشن ريكويرمنت اللي هيتغير؟ وايه الاركتكشر شينج اللي هيتغير لو في اركتكشر شينج؟ فلو انا كتبت سكيورتي يبقى ذير از ا نيو فانكشنال ريكويرمنت ويل بي ادد تو ماي سيستم ا فانكشن كول انكريبت ديكريبت. انكريبت از وركينج. وترجع بقى فين؟ عاوزين نعرف انكريبت دي بتشتغل ازاي؟ تعالى ها مين اللي هيقول لي انكريبت بتشتغل ازاي؟ التيبل الجميل ده، هلاقي في التيبل الجميل ده فانكشن اسمها انكريبت مكتوب في الديسكربشن بتاعها بليز يوز ذا ار اس اي 256 الجوريزم مش عارف كذا اللي ممكن تعمله داونلود من الحته الفلانيه، او استخدم سيزر سايفرنج مش عارف الجوريزم. هتلاقي هنا بقى التفاصيل بتاعه. طب الفانكشن دي ايه الانبوت بتاعها؟ سترينج. ايه الاوتبوت بتاعها؟ سترينج. الانبوت سترينج ريدابل، الاوتبوت سترينج ان ريدابل. مش كده؟ هو ده اللي انت هتلاقيه مكتوب هنا في الفانكشنز. هتلاقي بقى هنا حاجات كتير بقى عن ايه الباينري كومباتيبلتي. طب لازم تشتغل 32 بيت ولا 64 بيت ولا مش فارقه معاك اصلا؟ يعني ريلابيلتي، كل واحده من دول الحقيقه تقدر تروح تقرا عنها، هتلاقي شروحات كتير ليها بقى وازاي تستعملها انسان. طيب سيكشن 8 بتحط البريمتيف كلاس دايجرام. ايه البريمتيف كلاس دايجرام؟ اللي هو يعني كلاس دايجرام المبدئي. طب هو انا يعني بعد كده لغايه اخر السنه مش هغير الكلاس دايجرام؟ ده انت هتغير 20 مره. احنا كل مره هناخد فيها ديزاين باترن هنروح نغير الكلاس دايجرام، بس انا عاوزك تحط هنا ايه؟ كلاس دايجرام مبدئي. طيب هو كلاس دايجرام المبدئي لازم اروح اقعد مع الكاستمر عشان ارسم الكلاس دايجرام؟ ولا في حاجه اسهل؟ في حاجات باي ديفولت هتعملها اللي هم مين؟ يوزر. لازم هيبقى عندك اي كلاس دايجرام في الدنيا في يوزر. الناحيه الثانيه انا بشتغل في ملجا يبقى الناحيه الثانيه ريسورس، انا بعمل هوستل يبقى الناحيه الثانيه تول او اكويبمنت، انا بعمل مش احنا قلنا تيبل وتيبل وكل تيبل في كلاس وش كده بتعمل سيستم ليها بطل عمر هوستل يبقى هيبقى عندك الناحيه الثانيه اكويبمنت. الاكويبمنت ده بقى يطلع ايه؟ مشرط قط البتاعة بتاعت الطنج دي اللي بنزل بيها الطنج، هيبقى عندك تكلفة الدكتور، كشف عيادة،
كل ده اللي هي الحاجه اللي على ممكن تسميها اكويبمنت تول ريسورس زي ما انت عايز، هيبقى عندك تيبل بالمنظر ده. طيب وبعد كده تبتدي توصف الكلاسز بتاعتك، تقول والله ده بينهرت من ده وده بيورث من ده وده عنده كلاس اسمه كذا، في بروبرتي اسمها كذا. بتوصف الكلاسز بتاعتك. وبعد كده بتكتب حاجه مهمه قوي اسمها الاوبريشن سيناريو. شويه الحاجات اللي هنا بقى الاوبريشن اتس نوت سو ماتش امبورتنت يعني، لكن تعال عند نمبر 9 دي بتقول والله اللي هيستخدم السيستم ده، بتتخيل ان في شخص فعلا قاعد على السيستم بتاعه وبيعمل اوبريشن، بيكليك على زرار اسمه ريزيرف ابوينتمنت، بيكليك على زرار اسمه سيلكت دكتور، بيكليك على مش عارف كذا، بيعمل بتكتب الكلام ده كلام مكتوب كويس. وبتقول والله طب لو الدكتور ما بيجيش في اليوم ده المفروض يحصل ايه؟ What happens if something went smooth or went wrong؟ يعني الـ happy scenario والـ bad scenario. وانت هتسمع الكلمة دي لما تيجي تشتغل، يقول لك ايه؟ في الـ operation scenario دي المفروض تكتب ايه الـ happy scenario؟ وايه الـ worst scenario؟ يعني الـ happy scenario اللي هو ايه؟ كل حاجة ماشية زي الفل، أنا عملت سيرشنج لدكتور، لقيته، حجزت، الميعاد كان فاضي، الدنيا كلها سعيدة، دفعت الفلوس، كله سعيد. أو فتحت الدكتور، اخترت ميعاد، بلاقيت الميعاد مش فاضي محجوز، يبقى هنا بتسميه وورست سيناريو، فده بيتكتب في الحته دي. تشرح الحاجات ال كل كلاس تقول ايه الحاجات اللي موجوده فيه، الاتريبيوت ده انت حاطه ليه؟ الصوره وبعدين تشرح، علشان اللي هيقرا وراك الكلام ده المفروض يروح يديزاين الداتا بيز من اللي انت كاتبه يعني. يعني مثلا انت كاتب في كلاس دايجرام، كاتب مثلا عندي اي دي ونيم ومسج. مسج دي نوعها ايه؟ طب ليه مش باركر؟ مين اللي جاوب على الكلام ده؟ الاناليست لما هيجي يحط لي في كلاس دايجرام يقول لي مسج دي نوعها تكست اند كان ستور مش عارف اتش تي ام ال، كان ستور مش عارف كذا، فالديفلوب الديزاينر بتاع الداتا بيز يقلبها الى فيلد تكست او يقلبها باركر حسب بقى. طيب بعد كده عندنا السكادول. طبعا انتوا ما عندكمش سكادول، انتوا مجبرين على السكادول، فانت ما عندكش اوبشن هنا، فممكن تسيبها لي فاضيه مش مهتم بيها. انت عندك كورس اسمه بروجكت مانجمنت، هتدرس فيه الكلام ده بالتفصيل الممل بقى والمايلستون ومش المايلستون، فا اتس نوت سو ماتش امبورتنت. البريمري بادجت يعني المفروض ادفع فلوس قد ايه برضه، اتس نوت امبورتنت، سيبها فاضيه كويس، لان انت مش هتعمل السيستم ده فري. لكن في الكوميرشال سبيكينج البروبوزال بيبقى ايفالويتد على دي من الاخر يعني خلينا برضو نفرق بين حاجه، احنا طلبه في جامعه فدي ما مش فارقه معانا يعني، ما هنكتب ايه يعني، مش هناخد فلوس. لكن في الماركت البروبوزال بتاعك في كوم، الاس ار اس ده في كوم والحته دي في كوم تاني، هي دي اللي بتقول ده فعلا احنا كده هنكمل المشروع ولا لا، هندفع فلوس قد ايه يعني، بزنس بقى. طيب وبعد كده عندك ابندسيز، ودي بتحط فيها اهم حاجه كولكتد ماتيريال. كولكتد ماتيريال دي كل دوكيمنت هتروح تاخده من الكلاينت هتحطه هنا. مثلا انت شغال في ايه يا استاذ؟ انت اسمك ايه؟ يوسف. شغال في مشروعك ايه؟ ها؟ دنتال كلينك؟ ايه دنتال كلينك؟ عياده اسنان ايه؟ خيريه يعني ولا مفيش عياده اسنان خيريه، ما سمعتش عنها قبل كده. حاجه يعني تعملها تبقى بتساهم في المجتمع اللي حواليك. عامه هنفترض انها عياده كويس؟ وعياده اسنان، بس عياده اسنان يعني هنفترض انت هتلاقي عياده خيريه. هتلاقي ان عندهم في عياده الاسنان عندهم حاجه اسمها دايجنوزيس فورم. ايه الدايجنوزيس فورم؟ دي عباره عن شيت كده، ورقه فيها رسمه السنان بتاعت البني ادم. وبعدين بيجي الدكتور يقوم جاي قايل لك ايه؟ هنا في سوسه، هنا في حشوه، هنا في كسر، هنا في مش عارف، تك 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 تك، يعلم على السنان البايظه. حلو؟ دي بتقوم واخد كوبي منها وحاططها هنا في الدوكيمنت ده على انها كولكتد ماتيريال. ليه؟ علشان في الجوي بقى يعني، هي دي الحته اللي انا هقوم جاي اسالك فيها، هقول لك هنا بقى طب تعالى قول لي الفورمه اللي انت لميتها من الكلاينت بتاعك اللي اسمها دايجنوزيس فورم، فين هنا؟ فين في الجوي؟ يعني فين هتبقى شكلها ايه؟ يعني انت هتطلع ازاي السنان؟ هتطلعها ازاي كفورمه؟ طلعت اكس بوكس؟ يعني تخيل معايا كده، انت دلوقتي جالك ورقه كده فيها 30 سنه فوق و30 سنه تحت، ولو هم كام سنه مش عارف، ايا كان عدد، هطلعهم تكست بوكس والدكتور يقعد يكتب فيهم، ولا هطلع رسمه والدكتور يبوينت عليهم؟ مش كان ليها 50,000 شكل،
انت هتحط طبعا شكل عشان الديفلوبر في الاخر يمبلمنت. هي دي اللي انا حاجه اقول لك بقى، طب تعالى وريني انت عملتها ازاي. كويس، فالكولكت ماتيريال هي اي فورم هتاخدها. طب انت رحت مثلا جمعيه بقى مش عارف بتلم تبرعات، كويس، فبتطلع قوائم طبيه. طب هي بتطلع قوائم طبيه ليها بهدف كده، يعني هو يسقط صبح كده هنروح نسقط 20 ليت كده مع نفسهم، ولا بيعملوا شويه حاجات، بيعملوا شويه فورمز ويشوفوا ويعملوا استقصاءات وينزلوا ويشوفوا ده محتاج ايه وده محتاج ايه، ويطلعوا اقل ناس محتاجه واكثر ناس محتاجه. فورم دي شكلها عامل ازاي؟ هم بيعملوا الكلام ده فعلا على الورق، بتحاول توتوميت. الراجل اللي عنده ملعب باسكت وعاوز ياجره، كويس، اللي هي المراكز الشباب ومش عارف ايه، بيعملوا الكلام ده بورق زي ماسك كده كشكول كده ومسطر فيه وبتاع، انت عاوز تنقل الكلام ده تنقله، فانت بتصور الكشكول. هو ده الريفرنس ماتيريال، وده هسالك عليه، اقول لك فين الريفرنس ماتيريال اللي انت جبتها من الكاستمر، جاي موريه بقى انا والله صورته عنده الورقه دي، معاك بقى الورقه فيزيكال صورتها من عنده وحطيتها في الدوكيمنت ده، المهم ان انت تحطها هنا. هاتيها من على النت، كويس. وبعدين هو يعني لو هو الكاستومر نفسه كده غتيت ومش عاوز يفرجني على الحاجات اللي عنده، ما انا هعمل له ايه؟ ده احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو مش عاوز يوريني الحاجه اللي عنده. في بعض الكاستمرز، في بعض الكاستمر، والكلام برضه لازم يبقى واضح وصريح، في بعض الكاستمر بيبقى من البدايه كده هو مقلق منك، يعني اللي هو ايه؟ هتاخد الداتا بتاعتي بقى هتعمل بيها ايه وبتاع، يعني انت ما تسالش على، انت ما تسالش على الداتا، يعني انت ما يهمكش الكلام اللي مكتوب، انت عاوز شكل الفورمه فاضيه. ما يهمنيش انت هتملاها بايه، اي دونت كير، يعني املاها بقى انت بالناس اللي عندك الداتا نفسها، اي دونت كير اباوت. لكن برضو حط نفسك مكانه شويه، ان انت بالنسبه له يعني طالب لسه عندك 17 18 سنه ولا حتى 19 سنه، انت يعني لسه يعني ايه كده يعني وصل، لو انت رايح له اب جنس وبتاع وكده وايه بقى احنا هنعمل ايه النهارده وبتاع، فغالبا هيبقى قلقان منك يعني، كويس. علشان كده هيبتدي يطلب منك ايه؟ طب هات لي اثبات ان انت معاك، ان انت بتشتغل، انت اصلا في كليه، انت طالب في جامعه، لان عابر السبيل دول بقى كتير، كويس. وفكره ان انت بتقول له والله ده انا حامل لك سوفت وير مجانا ومش هتدفع فيه حاجه، احس ان في نصبايا بتنصب عليا ولا ايه؟ فلازم تبقى حاطط نفسك في مكان الكلاينت، وحاول عشان كده يبقى عندك يعني سنس اوف توك مع البني ادم اللي انت بتتكلم معاه بقى عن طريق حد ريفرنس بينكم وبين بعض، يعني ايا كان. طيب واحدة واحدة على فكرة، انتوا الحاجات دي هتنمو معاكم يعني بالتكرار. يعني انت في كورس سيستم اناليسيس عملت نفس الاكسرسايز، المرة دي الاكسرسايز بتاعك هتتطور، هتلاقي انت حتى السكيلز بتاعتك تطورت يعني. اوكي. طيب النهارده هنتكلم على شابتر 5، احنا كده خلاص خلصنا شابتر 4 بتاع ريكويرمنت، اللي داخل معانا في الميد تيرم، فلو سمحت تذاكروا كويس قوي. هنتكلم دلوقتي على شابتر 5 اللي هو الموديلنج، وهنا بيقول لك ايه الدايجرامز اللي انت ممكن تحتاجها في الاس ار اس، وايه الدايجرامز اللي ممكن تحتاجها في الاس دي دي اللي هو الديزاين دوكيمنت، اللي هو العيله بتاعت الفاميلي بتاعت اليو ام ال يعني. فهنا بيقول لك ان احنا عندنا بعض البرسبكتيفز اللي بنبص بيها على الدايجرامز، واليوم ميل سهلت لنا الدنيا. طبعا عندنا شويه دايجرامز اكتيفيتي، بعضهم يوز كيس، سيكونس، كلاس. واول دايجرام هيبتدي معانا بيه اسمه كونتكست موديل دايجرام، اللي هو الشكل ده. الدايجرام ده واحد من اهم الدايجرامز. لما يبقى عندك سيستم كبير انت هتبقى فاهم قوي الدايجرام ده لازمته ايه. الدايجرام ده بيقول لنا اجابه سؤال منطقي، ايه الحاجات اللي انا محتاج اعمل لها امبلمنتيشن internal، وايه الحاجات اللي هستعين بسيستم already implemented علشان اتعامل معاه. وبالتالي الدايجرام ده بتلاقي دايما فيه المنظر ده، بتلاقي فيه خط كده، وبتلاقي هنا الاكسترنال entities او الاكسترنال modules. مثلا هنا ده الهيلث مانجمنت سيستم، فمثلا هو بيبقى عنده هنا حاجه اسمها payment. فبيمنت دي عباره عن ايه؟ بيمنت دي عباره عن موديول بيعمل دفع فلوس. طب هل انا هامبلمنت موديول دفع الفلوس ولا هستعين بحاجه خارجيه؟ غالبا هتستعين بحاجه خارجيه، مش هتامبلمنت انت الجزء ده، هتكون جاي عامل سهم كده. والله انا يعني هتعامل هنا مع فوري.
هتعامل هنا مع البنك الاهلي، هتعامل هنا مع فيزا كارد، يبقى ده معناها ايه؟ معناها ايه الرسمه دي؟ معناها ايه؟ معناها خد بالك اللي على الشمال ده انت هتمبلمنت جوه السيستم بتاعك، اللي على اليمين ده ده اكسترنال باوند، دول انا ماليش دعوه، دول هيجوا لي جاهزين. طب تعالى ناخد اكزامبل واقع. السنه دي احنا قررنا ان احنا نعمل سيستم علشان نمانج بيه مشاريع التخرج، يعني كل واحد عنده مشروع تخرج يرفع ايه، يحط ايه، عمل ايه، خلص ايه، ما خلصش ايه، يبقى عندنا سيستم بالمنظر ده. في جزئيه كده اللي هي هل يستطيع هذا الطالب ان يسجل مشروع تخرج؟ يس اور نو. طب ده هعرفه انا منين؟ انت اصلا في سيستم جوه الجامعه بيمانج موضوع الدرجات والترانسكريبت وبتاع، بيسموه هنا الاوراكل سيستم. فده بالنسبه لي اكسترنال انتيتي. انا عندي هنا موديول اسمه فاليديشن موديول، ان انا فاليديت ان الراجل ده مسموح له يسجل مشروع التخرج، بيتعامل مع هذا السيستم فقط. يعني بروح اساله الطالب ده ينفع يسجل مشروع؟ اه. طب هيسجل المشروع ازاي؟ بالطريقه الفلانيه، نادي على الفانكشن الفلانيه تبعت لها كذا ترجع لك كذا. طب ده مكانه فين؟ الدايجرام ده مكانه فين؟ الدايجرام ده مكانه في الاس ار اس. الدايجرام ده از فيري امبورتنت، ده اول دايجرام هيبقى مطلوب منك في الاس ار اس، فوق خالص في السيستم اوفر فيو، لان كل واحد من البلوكس دي هو ده بنسميه الموديول برودكت فانكشن. مش انت كان اول حاجه في الاس ار اس برودكت فانكشنز تقسمها موديولز؟ ادي الموديولز وانت بتكتب تحتيها الفانكشنز بتاعتك. طيب الدايجرام ده از امبورتنت، از فيري امبورتنت، وما ينفعش تعمل سيستم من غير ما يبقى عندك الدايجرام ده، كويس؟ طيب تاني دايجرام بنسميه الاكتيفيتي موديل دايجرام، والاكتيفيتي موديل دايجرام بيوريني ايه الفيربز اللي بتحصل على السيستم وايه الاوتبوت اللي بيطلع منها. المرسوم قدامك ده اسمه اكتيفيتي دايجرام. الاكتيفيتي دايجرام اللي قدامك ده ليه قسم الطوارئ جوه المستشفى. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ اسال. لا لا بس في شبه حاجه على الناس بتسال اسم سيكونس دايجرام جاي له ده، لا تقلق كويس، احنا هناخد كل الدايجرامز. فالاخ ده اسمه اكتيفيتي دايجرام، هنا بيوري لك قسم الطوارئ في المستشفى بيشتغل ازاي. نفس الكلام لو انت عندك عياده فعندك طوارئ، وفي عادي، العادي ده اللي هو واحد مثلا ايه عنده سوسه فيعني ممكن نستنى عليه، لكن واحد واخد مثلا وشه اتفتح ما ينفعش نستنى عليه. فهنا بيقول لك بقى ايه؟ لما يجي لك شخص هت انفورم البيشنت اباوت هيز رايتس، وبعدين تريكورد في الديتنشن ديسيشن. بس لاحظ هنا ان هو عمل لك هنا سهم، والسهم ده الحقيقه ليه معنى مهم، ان اللي هيخدم اللي هيخدم على التو فانكشنز دول موديول اسمه ايه؟ Patient Health Management System. يبقى انت هنا الرسمه اللي فاتت اللي هي كونتكست دايجرام كويس طلعت لي فين المين بيلدنج بلوكس بتاعتي، فين السيستم بتاعي بيتكون من ايه. الرسمه دي بتبتدي تقول لك طب خد بالك بقى البلوك الفلاني ده هو اللي هيخدم على الجزئيه دي، والبلوك ده هيخدم على الجزئيه دي كويس. الاكتيفيتي دايجرام بيورينا شكل الفانكشنز، وبيورينا كمان كل فانكشن منهم بتشتغل ازاي ورايحه فين وجايه منين يعني. طيب عندنا بعد كده اليوز كيس دايجرام، وده برضو بيتحط في الاس ار اس. واليوز كيس دايجرام هو ما قبل الكلاس دايجرام، يعني عشان اطلع كلاس دايجرام عدل لازم اطلع يوز كيس دايجرام عدل. طب هو اليوز كيس دايجرام بيطلع لي ايه في الكلاس دايجرام؟ بيطلع لي الفانكشن. انت لو لاحظت كده هتلاقي اللي على الشمال كلاس، اللي في النص فانكشن، واللي على اليمين كلاس تاني، صح؟ لما تيجي تترجمها كده الكود دي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ميديكال ريسبشنست از ا كلاس، جواه فانكشن اسمها ترانسفير داتا بتاخد اوبجكت من النوع بيشنت ريكورد سيستم. واضح كده؟ فمن الاخر يعني دي علاقه الاسوسيشن صريحه كده يعني، وهو اليوز كيس دايجرام بيطلع لي معظم علاقات الاسوسيشن كلها كويس؟ اللي اقدر استعملها بعد كده في كلاس دايجرام. طبعا تقدر توصف كل فانكشن من دول توصفها زي ما كنت وصفها زمان،
لكن انت انا مهتم ان انت ترسم لي اليوز كيس دايجرام، لكن مش مهتم ان انت تطلع لي التيبل ده، انا يهمني بس اليوز كيس دايجرام. طيب اليوز كيس دايجرام مكانه فين في الاس ار اس في الاوبريشن سيناريو؟ تقدر تحط كلاس دايجرام. عندنا بعد كده السيكونس دايجرام، وده الحقيقه مكانه في الديزاين دوكيمنت، يعني ملوش مكان في الاس ار اس لان ده رايح ناحيه الكودنج. وهي القاعده بتقول لنا كده حاجه ظريفه قوي، طول ما انت رايح ناحيه الكودنج يبقى انت في الديزاين، الحاجات اللي ما بتطلعلكش كود يبقى انت فين؟ في الاناليسيس. طيب السيكونس دايجرام هو اقرب حاجه للكودنج، هو عباره عن دايجرام بيقول لي اللايف تايم بتاع الاوبجكت بتاعي، الخط اللي بالطول ده هو اللايف تايم، يعني الاوبجكت من اول ما اتخلق، من اول ما كتبت كلمه نيو لغايه ما هينتهي، ده اللايف تايم بتاعه. والاوبجكت ده ايه الفانكشن اللي جواه؟ يعني انت عاوز تعمل حاجه اسمها فانكشن كده كبيره اسمها فيو بيشنت انفورميشن، لو عاوز اكتب الكود بتاعها اعمل ايه؟ يقول لك انا اعمل اوبجكت من ميديكال ريسبشنست، نادي جواه على فانكشن اسمها فيو انفو. طب فيو انفو دي عشان تشتغل بتاخد بيشنت اي دي، طب هو فين البيشنت اي دي؟ يبقى لازم اعمل اوبجكت من النوع بيشنت انفو. يبقى تقوم جاي كاتب كده في الكود ميديكال ريسبشنست ايكوال نيو ميديكال ريسبشنست، ميديكال ريسبشنست فيو انفو اللي بتاخد بي اي دي، طب هو ايه البي اي دي؟ يبقى السطر اللي قبلها patient info p equal new patient info، وبعدين p ده هو ده اللي انا حفظيه لفيو انفو، يبقى فيو انفو خدت p dot id، وهكذا تفضل بقى ماشي عليهم كده واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع. طب ايه الفرق بين السيكونس دايجرام والاكتيفيتي دايجرام؟ من الاخر كده السيكونس دايجرام ينفع اطلع منه كود، الاكتيفيتي دايجرام بيوريني شكل البروسيس لكن ما ينفعش اطلع منه كود لان ما فيهوش لايف تايم، مش كده؟ الاكتيفيتي دايجرام اللي هو الاخ ده اقرب ما يكون للفلو تشارت، يعني بيقول لي بس ترتيب الفانكشنز بتمشي ازاي بروسيس، لكن الاخ ده اقرب ما يكون للكود. ده هنا بيقول لك اعمل اوبجكت اسمه بي من النوع بيشنت انفورميشن، اعمل اوبجكت اسمه دي من النوع داتابيز، اعمل اوبجكت اسمه اس من النوع اوثورايزيشن، رايت كليك جنريت كود، يقوم جاي مطلع لك الكود بتاع الكلام ده. بص الحته اللي هنا دي اللي مكتوب عليها الت دي معناها ايه؟ اكتب اف ستيتمنت، لو ان الاوثورايزيشن كان اوكي ارجع بالبيشنت انفورميشن، ايلس ارجع بايرور اسمه كذا، فكانك بتكتب كود بالظبط يعني. ده طبعا شكل مكبر شويه للسيكونس دايجرام. في الاس دي دي احنا قلنا السيكونس دايجرام في الاس دي دي، احنا مين اللي معانا لغايه دلوقتي في الريكويرمنت؟ كونتكست وده هيتحط في الاوفر فيو، اليوز كيس وده هيتحط فين؟ هيتحط في الاوبريشنال سيناريو، وكلاس دايجرام وده مكانه موجود في البريمنري اوبجكت اورينتد ديزاين. كلاس دايجرام بقى يا جماعه لما تشوفوا العلامه دي اللي هي واحد وواحد استريك زي معناها 1 تو ميني، فلا عشان ما تتخضش يعني لو شفتها في بعض الكتب بيكتبوها كده، هنا دي معناها ميني تو ميني، فالكونسلتنت عنده كذا بيشنت والبيشنت عنده كذا كونديشن والكونديشن عندها كذا بيشنت، يعني اتس ميني تو ميني. طبعا كلاس دايجرام احنا اتكلمنا فيه يعني ايه انهيرتنس، اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا. الشكل ده معناه ايه؟ يعني الفانكشن اللي اسمها ريجستر، هل هي موجوده عند الدكتور والبراكتيشنر؟ موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده مش كده؟ طيب هل الدكتور ده ابستراكت كلاس ولا لا؟ اللي هيجاوب على دي يبقى عبقري. دكتور از ان ابستراكت كلاس؟ امتى اقول ان الدكتور ده ابستراكت كلاس؟ لو كان السهم ده منقط كده اهو، لو كان السهم ده منقط كده اهو معناها ان اللي فوقيه عنده فانكشن البادي بتاعها مش موجود، لكن ما دام السهم سوليد زي المنظر اللي انت شايفه قدامك ده، ده كومبليت كلاس عادي جدا. كويس؟ امتى تقول بقى ان هو ابستراكت كلاس؟ لو لقيت دوتد لاين، دوتد لاين ده معناها ان اللي فوق مش كامل. كويس؟ هو انهيرتنس بس اللي فوق مش كامل، طب هو اللي فوق مش كامل ليه؟ يا اما في بروبرتي يبقى هو ابستراكت كلاس، يعني ما دام في نيم وفون وايميل يبقى ده ابستراكت كلاس، طب ما فيهوش بروبرتي يبقى ده ايه؟ انترفيس. مين اللي ما بكتبش فيه بروبرتي هو الانترفيس. خير خير خير. الاجريجيشن ان يبقى عندي كلاس جواه اوبجكت من كلاس تاني. بعد كده هيكلمنا على حاجه اسمها البيهيفير مودلز،
والبيهيفير مودلز دول اشهرهم حاجه اسمها الداتا دريفن مودلز زي الداتا فلو دايجرام، وده كان بيستعمل زمان للحاجات المعتمده على الداتا. فهنا بيقول لك ايه، عندي داتا اسمها بلاد شوجر بتخش على فانكشن اسمها جيت سنسور فاليو، تطلع داتا ثانيه اسمها سنسور داتا، تخش على كومبيوت تطلع داتا ثانيه اسمها بلاد شوجر. في بعض الاحيان بيبقى عندك سيستم كده، هو السيستم عباره عن ايه، داتا داخله في بايب لاين ماشيه في بايب لاين، تخش على فانكشن تطلع داتا ثانيه، تخش على فانكشن تطلع داتا ثالثه، تخش على فانكشن تطلع داتا رابعه وهكذا. فده بنسميه الداتا فلو دايجرام، بيوريني شكل الداتا في السيستم. وعندنا موديل ثاني اسمه ستيت ماشين دايجرام، وده بيتحط في الديزاين دوكيمنت. الدي اف دي والستيت ماشين دايجرام الاثنين دول بيتحطوا في الديزاين. بصوا اجين بيطلع منهم كود يبقى انت في الديزاين، تمام؟ طيب شكله ايه الستيت دايجرام؟ الستيت ماشين دايجرام نتيجه ارتباط البروجرامز الحديثه بالايفنتس، فاصبح في وجوب لان يبقى عندنا دايجرام بيعتمد على الايفنتس اللي هو الاخ ده الستيت ماشين دايجرام. على سبيل المثال مثلا انت لما بتيجي تحرك الماوس وتدوس على زرار، لما بتيجي تدوس على زرار انت فعلا بتعمل ايه؟ الماوس بيفاير ايفنت اسمه ماوس كليك. ماوس كليك ده بيتربط بفانكشن، بيتعمل له بايندنج مع فانكشن، الفانكشن دي بتكسكيوت لما يحصل الايفنت الفلاني اكسكيوت الحاجه الفلانيه. فلو انت مثلا هنا في الباوربوينت دوست على الزرار اللي اسمه مثلا اف 5 واللي هو الزرار اللي هنا ده، في ايكون هنا موجوده تحت على اليمين كده اسمها سلايد شو، يبقى الايفنت اسمه ماوس كليك مربوط بايه؟ بستيتس. هحط بقى فانكشن تشتغل لما يحصل الماوس ايفنت يحصل الحاجه الفلانيه. الحقيقه فعليا الستيت ماشين دايجرام مربوط باي حاجه فيها هاردوير ايفنت. هاردوير ده من اول الكيبورد والماوس الى ان انت يبقى عندك برينتر، يبقى عندك هاردوير باب بيتفتح باب بيتقفل، اي حاجه فيها هاردوير انت بتعمل لها غالبا ستيت ماشين دايجرام. الستيت ماشين دايجرام مكانه في الديزاين دوكيمنت. والحقيقه الستيت ماشين دايجرام رايت كليك جنريت كود. طب مين بقى اشهر حد بيعمل القصه دي؟ اليونيتي. اشتغلت على اليونيتي بتعملوا جيمز وكلام من ده، هتلاقوا فيه الاخ ده كده واضح وصريح اللي هو ايه، مثلا عندك ماريو، ماريو ده صوره، انت عاوز لما تدوس اب ماريو ده يطير فوق، تدوس داون ماريو ده ينزل تحت. طب تعملها ازاي؟ تقوم جاي عامل ستيت ماشين، تقوم جاي اللي هي الشكل اللي انت شايفه ده، تقول ايه؟ اف كي اب شغل الفانكشن الفلانيه، اف كي داون شغل الفانكشن، هتنقل الستيتس بتاعت ماريو ان هو بيجري، تبقى الصوره بتاعته بيجري، لما تدوس داون تخلي الستيتس بتاعته ان هو بيمشي. كويس؟ فهتلاقي المنظر ده موجود في بعض التولز جاهز يعني ريدي ميد. تعالى نقرا مع بعض الاكزامبل ده. الاكزامبل ده بيدي لك الاكزامبل بتاع المايكرويف، طبعا ده هاردوير يعني. فبيقول لك هنا انت في البدايه خالص انت ويتنج، يا تدوس على زرار فول باور يا تدوس على زرار هاف باور. دوست على فول باور يبقى اللي على السهم ده هو ايه؟ الايفنت، مش كده؟ واللي في الدايره ده ايه؟ الستيتس او الفانكشن. لما اعمل ده روح للستيتس دي، لما اعمل ده روح للستيتس دي. يعني بيقول لك انت في الاول انت ويتنج، دوست على فول باور تروح للفول باور مود، دوست على هاف باور بتروح للهاف باور مود، طب من الهاف باور تدوس فول باور تروح للفول باور والعكس، طب دوست على تايمر تروح لفانكشن اسمها سيت تايمر تديها رقم يخلص، فلما يخلص تفتح الدور تروح للديسيبل، وبعد كده تروح تاني للانيبل، بعدين تروح على ستارت تعمل الاوبريشن، بعدين ترجع تعمل ويتنج. كويس؟ بيبقى دايجرام كده تعمل رايت كليك عليه في الاخر تطلع الكود يطلع لك الايفنتس بالفانكشنز، وانت بقى تكتب الكود جواها زي ما انت عاوز. بعد كده بتوصف كل واحده من دول في تيبل، ايه الستيتس بتاعتك وايه الايفنتس اللي بتحصل عليها. ده اكزامبل برضو على المايكرويف اوبريشن. الموضوع ده طلع لنا توبيك اكبر اسمه موديل دريفن انجينيرنج، حضرتك ممكن تبقى تقرا عنه فيما بعد يعني، لكن هتاخده يعني بالتفصيل ممل مع دكتور هشام، فبالتالي انت مش محتاج ان احنا نتكلم فيه، لكن خلاصته يعني ان لو قدرنا نخلي كل اليو ام ال دايجرامز تطلع لنا اكسكيوتابل فايلز، الاكسكيوتابل فايلز دي كده هتبقى تمام، ونقدر ان احنا بعد كده نخليها جنريت كود. حلو؟ طيب.
ده الحاجات الدايجرامز. يبقى احنا من الشابتر ده احنا عندنا كام دايجرام؟ كونتكست ده مكانه في الاس ار اس، يوز كيس وده مكانه في الاس ار اس، عندنا سيكونس وده مكانه في الديزاين دوكيمنت، عندنا ستيت دايجرام مكانه فين في الديزاين دوكيمنت، عندنا كلاس دايجرام مكانه فين في الاس ار اس، عندنا اكتيفيتي دايجرام وتقدر تحطه في الاس ار اس علشان بيوريك البروسيس وشكل الحاجات بتمشي ازاي، شكل الفانكشنز بتمشي ازاي. طيب خلينا ناخد الاتندنس. اكتيفيتي دايجرام ممكن يبقى في الاس ار اس، ممكن تحطه مره في الاس ار اس مره في الاس ار اس. الستيت ديزاين اي حاجه بتطلع كود في الديزاين، شباب اتس فيري امبورتنت ان الفورم بتاع البروجكت تتملي النهارده، حتى لو انت لسه ما قعدتش مع الكاستمر بتاعك لو سمحت املاها النهارده، قول والله انا الكاستمر بتاعي غالبا هيبقى كذا، ما عنديش مشكله خالص، وبعدين لما يبقى يجي الكاستمر بقى نبقى ايه نحلها، بس ارجوك لو سمحت املى الفورم النهارده. تسليم عليها درجات ان شاء الله. لا لا هتسلم الاس ار اس، ده اسايمنت تاخد عليه درجات. امتى هتسلم الاس ار اس حقيقي فعلا عليه الويت الاكبر من الدرجات؟ اخر محاضره قبل الميد تيرم صح كده؟ لا اتس اسايمنت دراكت كبير يعني. يلا يا شباب ناخد الاتندنس بليز. الناس اللي قاعده ريموتلي ممكن ناخد الاتندنس لسه قاعدين اصلا. ويكتب اسامي اصحابه يعني ما بقاش ستاندل معاهم. خلاص شباب الناس اللي قاعده ريموتلي انتوا خدتوا الاتندنس ولا نايمين ولا صاحيين ولا ايه الوضع؟ ايوه يا دكتور بناخده تمام. خش على الميتنج وحطه في الشات. تعرف؟ كلاس دايجرام يوم الخميس وبعدها يوم الاحد الاس ار اس. ده لوحده وده لوحده. طيب الحقيقه المحاضره اللي فاتت جه ولد ظريف كده لطيف قام جاي سال سؤال وجودي الحقيقه، قال لي يا دكتور هو ايه الفرق بين كورس السيستم اناليسيس وكورس الاوبجكت اورينتد سوفت وير انجينيرنج؟ الحقيقه سؤال عبقري يعني انا بقيت معجب جدا بالسؤال. قلت له تعالى نشوف الفرق. كويس؟ تعالى قلت له بقى ننزل ايه لارض الواقع علشان ننجز. قلت له والله احنا اتفقنا من الليكشر اللي فات ان احنا هيبقى عندنا دايما تو دايما في فور تيبلز. تعالى نراجع كده الفور تيبلز دول مع بعض. احنا شغالين على السيستم بتاع الجامعه. قلنا هنا في يوزر وفي الناحيه الثانيه تيبل اسمه كورسز، وبعدين في تيبل في النص هنا اسمه ريجستريشن، وفي تيبل هنا اسمه ريجستريشن ديتيلز. واظن احنا قلنا ان الكلام ده وجودي بقى خلاص. ريجستريشن ديتيلز واصل بدون وواصل بده، ده واصل باليوزر وشكرا على كده. الرسمه دي لو سمحت خليها دايما في دماغك، كل السيستمز فيها الرسمه دي، ما بنخترعش فيها عاده حاجه يعني. كويس؟ طيب تعالى نعمل بقى التيبل اللي اسمه كورس.
كورسز هنسميه هنا كورسز 1 عباره عن اي دي نيم ده عباره عن باركار وكريدت ومش عارف ايه وبتاع يعني نبقى نملى دول فيما بعد طيب تعالى ننسرت هنا كده تو كورسز واحد اسمه داتا ستراكشرز والتاني اسمه او او اس سي حلو عاوز حد يا جماعه عنده اي اعتراض حد شايف اللي احنا عاملينه ده يعني في حاجه مش مفهومه ليه يا ترى انت عامل عملت التيبلز بالمنظر ده الحقيقه الاجابه لا هي وجوديه وتميك سنس مش كده؟ طيب جيت انت رحت تسلم البروجكت فرحت مين اللي هيستلم انا البروجكت بتاع الجامعه يونيفرستي يوزر وكده وكان هيستلم ها؟ يعني ممكن اقول للعميل رحنا للعميل لا يا عم احنا عملنا لك اهو سيستم اهو يوزر وكورس والدنيا زي كله. قال لي ايه ده؟ بس احنا عندنا كورسات اثنين بس داتا ستراكشر وورك بلان اس تي. هم دول تبع عندي ديبارتمنت. معرفش مفيش حاجه كلنا. قمت انت بقى ايه شطور عرفت ان الريكوايرمنت دي ما تنفعش يبقى لازم تعمل ايه؟ حط الديبارتمنت. تحطها ازاي؟ ها نعمل ايه؟ نروح نغير في الاستراكشر بتاع التيبل ده. السؤال الاول تغيير الاستراكشر غلط ولا صح؟ غلط يقينا. ادي اول فرق بينك وبين كورس السيستم اناليس. كورس السيستم اناليس زي وز نوت كيرنج يعني تغير استراكشر ما تغيرش استراكشر مش فارقه معايا، لكن هنا احاسبك على دي. اقول لك بقى تعالى انت غيرت استراكشر عشان تحط ايه؟ ديبارتمنت نيم صح؟ طيب تعالى نحطها كده مع بعض. نيجي هنا نحط ديبارتمنت نيم. ديبارتمنت نيم صح؟ يعني اعمل هنا ديبارتمنت نيم باركر ولا ديبارتمنت اي دي؟ ليه اي دي؟ عشان لو حطيتها ديبارتمنت نيم عندي مشكلتين، المشكلة الأولانية ان واحد هيكتب اس اي، واحد هيكتب سوفت وير انجينيرنج، واحد هيكتب كمبيوتر ساينس سي كابيتال وسي سمول، هنخش في مشاكل لغويه. فلما اجي اكتب كويري هقعد بقى اقول سيلكت اسكس فروم وير لايك اس اي وسوفت وير انجينيرنج ومش عارف ايه مش هخلص. فبالتالي كنورماليزيشن ما يفضلش ان انا اكتب انجلش. كده؟ طيب ايه المشكله الثانيه؟ تعالى بقى نروح للمشكله التقنيه شويه. الحقيقه انت لو عملت باركار كل كاركتر از ستورد في 1 بايت. فلو انا هكتب سوفت وير انجينيرنج يبقى انا كده بتكلم ان انا كل مره حط فيها كلمه سوفت وير انجينيرنج انا هويست 12 بايتس. فلو عندي مليون ريكورد يبقى انا ضربت ال 12 في 12 بايت عندي بقى كميه بايتس مهوله يعني مش كده؟ عشان كده قال لك ايه؟ لا اقلبها احسن لرقم فالانتجر 4 بايتس فحتى لو عندك مليون فانت خلاص هم ال 4 بايتس دول بتوعك. مش كده؟ فبالتالي دول اسموهم نورماليزيشن. تمام؟ انا برضو اجين ماليش دعوه بالنورماليزيشن كرول. انا بكلمك السنس بتاع الموضوع جه منين؟ خلاص؟ فبالتالي المنطقي ان انت تسمي ده ايه؟ ديبارتمنت اي دي ويبقى انتجر. وبعدين اجي اعمل تيبل اسمه ايه؟ ديبارتمنتس. يبقى اجي اعمل هنا تيبل اسمه ديبارتمنتس. اللي عنده اي دي واللي عنده نيم ونيم طبعا باركر. طيب المفروض اوصل الاثنين ببعض. حلو نرجع تاني للكورسز. يبقى المفروض هنا اقول يعني ان الداتا ستراكشر ده تتبع الديبارتمنت رقم واحد والداتا والكورس بتاع الاوبجكت اورينتد سوفت وير انجينير جاب بعد الديبارتمنت رقم اثنين بافتراض يعني ان انا مليت فعلا الديبارتمنت. خلصنا الريكوايرمنتس انا كده مبسوط سعيد بحياتي اروح اسلم بقى مش كده؟ رحت اسلم البروجكت
قال لي كده احنا عندنا ديبارتمنت ثانيه غير التو ديبارتمنت دول، فانت بقى ايه لو اشتغلت معاك بس سلم عاوز ديبارتمنت ثاني هروح على تيبل الديبارتمنت، اول واحد كمبيوتر ثاني واحد سوفت وير انجينير ثالث واحد انترنت. احتلت المشكله خلاص حلوين ايه كنت بقول لك ايه، بس يا ترى المادتين دول تبع عني كليه كليه عاملين حسابها نعمل ايه؟ امسيو يد نروح نغير الاستراكشر ده زي ما عملت ديبارتمنت اي دي، احط مين؟ اعمل تيبل اسمه فاكولتي واعمل بعد كده ديبارتمنت اي دي وجنبها كولوم تاني اسمه فاكولتي دي، بغير الاستراكشر اعرف ان انت متخلف عقليا. وش كده اول ما تلاقي نفسك عملت ديبارتمنت استراكشر لا في حل تاني افضل من الحل ده مش كده؟ طيب المفروض الحل هنا تعمل ايه؟ ها احط فاكولتي اي دي هو ده الصح، احط فاكولتي اي دي ولا خليني ديبارتمنت اي دي واجي هنا ازود تيبل اسمه فاكولتي واخلي الديبارتمنت هي اللي تتربط بالفاكولتي. نعمل كده نحط تيبل اسمه فاكولتي واجي عند الديبارتمنت اربطها بالفاكولتي فتبقى الديبارتمنت واصله بالفاكولتي وهنا الديبارتمنت اي دي زي ما هي. اجي اسلم المشروع يقول لي هو ده تبع انهي جامعه؟ الله يبقى لازم اعمل يونيفرستي بعد كده اغير في الفاكولتي اربطه بال الله 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 مش هو ده نفس الاستراكشر اللي احنا استخدمناه الاسبوع اللي فات اللي هو اي دي ونيم وبتشاور على فوقيك اي دي ونيم وبتشاور على فوقيك اي دي ونيم وبتشاور على فوقيك. طب ما هو ده كان حله ايه؟ ها؟ يا جماعه احنا لما كان عندنا الادرس نصر سيتي وبعدين نزل لها عيال ومش عارف نزل لها شارع مصطفى النحاس ومصطفى النحاس طلع له بيلدنج عملنا ايه ساعتها؟ سيلف ريفرنس كي انت تيجي تقول ايه؟ كل الناس البيرنت الاي دي بتاعهم صفر وبعدين العيال بتاعهم بيشاوروا عليهم والعيال بتاعهم بيشاوروا عليهم. طب ما هي نفس الكيس يعني انت عاوز تقول ايه؟ انا عاوز اقول لك ان السيلف ريفرنس كي واحد من الحلول الجذريه في الداتا بيس بتاعتك لاي حاجه تحمل كلمه شجره. شجره دي بقى اللي هي ايه؟ جامعه تحتها كليات تحتها اقسام تحتها سب اقسام تحتها سب سب اقسام كويس. كاتيجوري بتاعت برودكت اجهزه منزليه تحتها موبايلات تحتها موبايلات ذكيه تحتها مش عارف موبايلات 6 انش تحتها تحتها نفس الكلام. يبقى الحل هنا ان انت تعمل ايه بقى؟ تيجي على الاخ ده وتيجي بدل ما تحط هنا ديبارتمنت اي دي تخليها parent ID. وبعدين تيجي هنا تحط الشجره بتاعتك من الاول، يعني عاوز اقول ايه مثلا MSA University ودي البيرنت بتاعها صفر وعين شمس البيرنت بتاعها صفر، يعني مين دول؟ دول النودز اللي قاعدين فوق. يعني مفيش مالهمش ولاد، دول البيرنتس. تمام؟ طيب عاوز اقول ان في فاكولتي اسمها كمبيوتر ساينس جوه ام اس اي، يبقى هعملها ازاي؟ عم جاي هنا الام اس اي الاي دي بتاعها كام؟ 3. يبقى حاجه هنا انسرت فاكولتي اوف سي اس اللي البيرنت بتاعها 3. يبقى كده بقى عندي كليه سي اس اللي البيرنت بتاعها 3. طب 3 دي اللي هي مين؟ الام اس اي يونيفرسيتي اللي البيرنت بتاعها 0. طيب عاوز اقول بقى ان الداتا ستراكشر تتبع قسم تي اس، يبقى انا عاوز احط الاقسام. طب انا اخر كليه عندي كانت كام؟ 5. يبقى انا عاوز احط القسم، يبقى حاجه هنا اقول ديبارتمنت اوف تي اس اللي البيرنت بتاعه 5 اللي هي فاكولتي اوف تي اس. مش كده؟ بص المنظر هنا كده. طب انا كل مره بيحصل تشينج اوف ريكوايرمنت بعدل في ستراكشر ولا بعدل في روز؟ روز. طول ما انت بتعدل في الروز يبقى معنى كده ان الكود بتاعك انتاتشبل مش هتيجي جنبه كويس، عمال بتغير في داتا. طيب انا عاوز اقول بقى ان كورس الاوبجكت الداتا ستراكشر بيتبع السي اس. طب السي اس الاي دي بتاعها 6، يبقى الاخ ده الاي دي بتاعه كام؟ 6. البيرنت بتاعه هو 6. طيب الاستراكشر ده ستراكشر زي ما انت شايف فليكسبل جدا صح، يعني قدرنا ان احنا نقسم الداتا ستراكشر اللي بتتبع لديبارتمنت اوف سي اس الفاكولتي اوف سي اس الام اس اي هو 1 تيبل مش كده عن طريق السيلف ريفرنس كي. طب تعال نبص بقى الكود. لو انا عاوز اكتب كود
يا ترى شكل الكود ايه؟ طبعا احنا المفروض نكتب هنا ريكيرسيف فانكشن شبه الريكيرسيف فانكشن اللي انا كاتبها دي. كويس، الريكيرسيف فانكشن دي هيبقى اسمها كده void function get all my tree. طبعا هي مش المفروض هنا void، المفروض هنا تبقى string. الفانكشن دي بترجع string، بتجيب لك بقى مين parent لمين parent لمين. الستوبنج كونديشن بتاع الريكيرسيف فانكشن دي هي ايه؟ لو كان الاي دي بصفر يعني انت كده وصلت خلاص للتوب، ما تعملش ايه؟ ما تعملش اي ريكيرشن، ريتيرن مين؟ الريكورد اوف نيم. خلاص ترجع الريكورد اوف نيم. طبعا هنا المفروض يبقى فيه كويري، روح سيلكت من الداتا بيز الحاجه اللي الاي دي بتاعها كذا. طب لو كان البيرنت بتاعها بصفر يلا مع السلامه. إلس نفس الكلام، اس ستيتمنت تو كاتش ذا ريكورد ويز اي دي، وبعدين رجع ريكورد اوف نيم بلس فانكشن اللي هي نفس الفانكشن بس بعتها البيرنت اي دي. الكود ده حقيقه كده صراحه كود سخيف يعني، ما اخبيش عليك يعني، مش كل الناس اللي في الماركت بيعرفوا يكتبوا الكيرس فانكشن زي اللي احنا كاتبين. ليه؟ انا مش حاجه سهله يعني، مش كل الناس اللي انت بتتخرج في كمبيوتر ساينس عملت فارس اللي فيها قبل كده كنت فاهم يعني ايه الكيرس فانكشن. لكن لو انت مثلا بتتخرج من اي كليه ثانيه بص واضح بديل صعب على الحال ده. عشان كده في الاكسبيلتي، ها الاكسبيلتي اللي هو الاستراكشر بتاع السيلف ريفرنس كي ده means definitely your code will be very complicated. على العكس بقى لو انت مستخدم اللي هو ايه؟ اعمل ديبارتمنت اي دي واعمل فاكولتي اي دي واعمل يونيفرستي اي دي، كان الكويري بتاعك هيبقى فيري سيمبل. سيلكت اس فروم وير ان، سيلكت اس فروم وير ان، سيلكت اس فروم وير ان جوه الاسبيلات او جوين ستيتمنت كبيره جوين كل التيبلز ببعض. كويس؟ فالكويري بتاعك هيبقى اسهل. ده الخلاصه ان انت كل ما هتزود الفلكسبيليتي كل ما الكود ستراكشر بتاعك هيبقى مختلف. حلو؟ طيب انت مش ملاحظ حاجه؟ ان احنا استخدمنا السيلف ريفرنس كي كم مره؟ مره عند الادرس، احنا قلنا كل يوزر عنده ادرس، والمره الثانيه استخدمناها في التيبل اللي على اليمين اللي هو مين؟ اللي هو كان اسمه هنا كورس. طب لو كان اسمه برودكت، برودكت يبقى هيبقى عندك ايه؟ برودكت مين البيرنت بتاعك؟ الكاتيجوري الفلانيه، اللي البيرنت بتاعها الكاتيجوري الفلانيه، اللي البيرنت بتاعها الكاتيجوري الفلانيه. طيب حاجه ثانيه ممكن تستخدم فيها في السيلف ريفرنس، هو مش كل يوزر ليه يوزر تايب. تمام، قيمه لو قلنا المره اللي فاتت يوزر ده قيمه هيبقى عندي يوزر تايب تيتشر ستودنت ادمن مش عارف ايه صح. طب اليوزر تايب سبلت ولا هيراركي؟ يعني اي مؤسسه اي منظمه دار الايتام اللي انت هتعملها سيستم بقى هو البواب في حد فوقيه ولا هو كده عايش مع نفسه كده زيه زي حد فوقيه؟ فوقيه مانجر، والمانجر فوقيه مانجر، والمانجر فوقيه مانجر. الله، يعني تقول اليوزر تايب دي الفيرن تايب دي علشان تقدر في الاخر تقول ان اليوزر تايب اللي اسمه مثلا دكتور فوقيه ديبارتمنت هيد، فوق ديبارتمنت هيد فايس دين، فوق الفايس دين دين، فوق الدين فايس بريزدنت، يعني يونيفرستي فوق الفايس بريزدنت دي بريزدنت. الحقيقه كل حاجه فيها هيراركي اوتوماتيك تحط فيها بيرنت فايس. كويس؟ اي حاجه فيها هيراركي. كويس؟ والقاعده بقى قالت لنا كده صراحه اي تيبل يحمل كلمه كاتيجوري او كلمه تايب وانت مغمض تحط فيها بيرنت فايس. حتى لو انت ما استخدمتوش، اذ ربما في المستقبل تعمل له عيان فتضطر تعمل له بيرنت اي دي. حلو؟ طيب السؤال الثاني، هو بيرنت اي دي ده هيطلع في الاخر ده احنا بنتكلم على داتا بيز ستراكشر. لكن خد بالك النون فانكشنال ريكوايرمنت اللي اسمها مينتينابيلتي هي اللي طلعت لي ده على فكره، وطلعت لي فانكشنال ريكوايرمنت جديده اسمها جيت بار اللي هي اللي انت شايفها مكتوبه قدامك دي. كويس؟ وكل واحد من دول هيطلع لهم كلاس، يعني اليوزر طالع له كلاس، اليوزر تايب طالع له كلاس، الكورس طالع له كلاس، والكورس عنده جيت كورس تري اللي هي الفانكشن اللي مكتوبه دي اللي هي بتطلع لك التري كلها بتاع الكورس، كلهم لازم يطلعوا بالمنظر. تمام؟ طيب مفهوم يا جماعه الفرق بين السكوب بتاع الكورس، الكورس بتاع السيستم اناليسيز والكورس بتاع الاوبجكت مانجمنت؟ احنا بقيه الكورس كله بنعمل كده، وغالبا مش هتلاقي نظري كتير في الامتحان، يعني الامتحان هتلاقيه كلها العاب كده، جايب لك داتا بيز متلخبطه وظبطها، جايب لك كلاس دياجرام بايظ وصلحه، حاجات من هذا القبيل يعني. خلاص؟
بليز انجوي. اشوفكم بكره ان شاء الله. ثانك يو. انا شايف بصراحه ان هو يعني دور ابلوغ يعني خلي ده اخر حل. يعني لو الدنيا ظلمت في وشك وخلاص هو ما عندكش حل تاني هيبقى ده اخر حل بالنسبه لك. يعني هو الكيو ار كود ده ممكن تعمل له سكان، فلما تعمل له سكان بياخد الاتندنس بتاعك في المكتب. كويس؟ ما كانش بقى اي ورقه وفي جاي اسمك وخلاص. في الاثنين اللي قاعدين هنا دول؟ يوسف. انت ويوسف؟ اه. انتوا الاثنين مع بعض؟ لا. هو مش لاقي حد يخش معايا، فانا في الاخر هم جاي مجمعكم مع بعض، هعمل ايه يعني؟ اوكي برضه انا عندي مشكله ثانيه، انا ورقه بقى قلت ورقه ورقه عامل ايه طيب؟ لغايه بعته على الشات على المشكله. مش كده. سؤال بس احنا